بسم الله الرحمن الرحيم، متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المنطقة فوق صفيح ساخن وتنتظر إلى عود ثقاب لتشعل المنطقة. وزارة الدفاع التركية ترد بشكل عاجل على تحرشات لمقاتلات يونانية تحرشت بسفينة أبحاث تركية في المياه الدولية ببحر إيجا. 4 مقاتلات يونانية تتحرش بسفينة أبحاث تركية في المياه الدولية ببحر إيجا. لمتابعة تداعيات هذا الحدث الخطير أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية، ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. نتابع مع حضراتكم التداعيات الخطيرة. وزير الدفاع التركي يقول المقاتلات اليونانية تنفذ تحرشات مستمرة، وتم الرد على التحرش الأخير بسفينة الأبحاث التركية في إطار القانون. وزير الدفاع أيضا يقول موقفنا واضح حيال تحرش المقاتلات اليونانية بسفينة الأبحاث التركية، وما سنقوم به حيال هذه التحرشات واضح تماما. كما صدر بيان أيضا من وزارة الدفاع التركية جاء فيه أنه تم الرد على 4 مقاتلات يونانية من ارتفاع 1000 متر حيث تحرشت بسفينة الأبحاث التركية والمتواجدة في بحر إيجا حتى 2 مارس القادم. الموضوع غاية في الخطورة، والموضوع ينذر بأحداث متوترة وكبيرة في الأيام القادمة. نتابع مع حضراتكم أيضا ما جاء في اندبندت تركيا مضايقة سفينة الأبحاث التركية، وهذا أيضا الخبر الذي يتكلم عن الاشتباك الذي حدث بين الطائرات التركية والطائرات اليونانية. للتعريج على هذا الموضوع، مع احتمال اندلاع حرب بين تركيا واليونان أيهما أقوى جويا؟ تمتلك اليونان وتركيا تاريخا طويلا من العداء على الرغم من كونهما عضوين في الناتو، ده حسب الحرة الأمريكية. ومع الارتفاع الحالي في التوترات بين البلدين بسبب السيطرة على احتياطيات النفط والغاز في شرق المتوسط، يمكن أن تتصاعد التوترات إلى مواجهة عسكرية على الأقل باستخدام السلاح الجوي وفقا لأحد المواقع الأمريكية. ودائما ما يحدث تصادم بين القوات الجوية اليونانية والتركية بانتظام فوق بحر إيجا، أشهرها الحرب الشاملة التي حدثت بين الدولتين عام 1974 عندما تم تحرير نصف قبرص من طرف تركيا، والتي لا تزال بؤرة العداء بين البلدين والسبب الحقيقي في التطورات الحالية في المنطقة. إذن مع هذا التصعيد الخطير الذي حدث والمناوشات العسكرية، ماذا لو اندلع قتال عسكري؟ أيهما أقوى، تركيا أم اليونان؟ عن طائرات F-16 وهي تمثل العمود الفقري لسلاح كلا البلدين منذ أكثر من 30 عاما، فالقوات الجوية اليونانية تمتلك منها 153 طائرة من مختلف الأنواع، وعلى الجانب الآخر فالقوات الجوية التركية هي أكبر مشغل لF-16 في العالم، فهي تمتلك 254 طائرة من مختلف الأنواع. كما تلعب الصناعة المحلية أيضا دورا مهما في تطوير برنامج سلاح الجو بمشاركة من شركة صناعات الفضاء التركية، بما في ذلك التجميع المحلي للطائرات وإنتاج أقسام وأجنحة جسم الطائرة في المركز. لا شك أن هذا التقرير قد كتب في عام 2020، أي قبل حرب ناغورنو كاراباغ وما أحدثته من تركيا من طفرة وفزع للعالم كله عندما انتصرت ودمرت ترسانة عسكرية هائلة للأرمن في إقليم ناغورنو كاراباغ. أما طائرات الميراج فتمتلك القوات الجوية اليونانية 42 مقاتلة ميراج 2000 متعددة الأدوار، وعلى الرغم من استخدامها في المقام الأول للدفاع الجوي، يمكن تسليح هذه الطائرات بصاروخ AM-39 المضاد للسفن. طائرات ميراج 2000 اليونانية لها دور مهم في الضربة التقليدية بعيدة المدى مع صاروخ كروز، وينقسم أسطول ميراج التابع لليونان بين سربين متمركزين، وتقوم الطائرات أيضا بمفاصل دورية إلى الجزر في بحر إيجا. فانتوم F4 بالإضافة إلى طائرات F16 تعد اليونان وتركيا من بين آخر مشغلي فانتوم F4، فاليونان تمتلك منها 33 طائرة بينما تمتلك أنقرة 48 طائرة، بينما تبذل الدولتان جهودا للحصول على مقاتلات من الجيل الجديد لتحديث أسلحتهما المقاتلة.
تم إخراج تركيا من برنامج المقاتلات الشبح F-35 ردا على شرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية الصنع S-400. في غضون ذلك تم تحديد اليونان كعميل محتمل لطائرات F-35، ولكن تركيا طبعا مش ساكتة. تركيا الآن بتحاول بكل السبل أن يكون لها طائرتها الهجومية من الجيل الخامس، والتي تسعى تركيا لأن ترى هذه المقاتلة التركية النور. نجحت تركيا مؤخرا في امتلاك طائرات هليكوبتر محلية الصنع، كما أذهلت تركيا العالم فيما يتعلق بالطائرات المسيرة. ولكن تصنيف جديد من أيام فقط يقول أن تركيا هي أكبر قوة جوية في منطقة الشرق الأوسط. تصنيف جديد لأكبر 10 قوات جوية بالشرق الأوسط، تركيا ومصر في الصدارة والسعودية رقم 3. تصدرت تركيا ترتيب أكبر 10 قوات جوية بمنطقة الشرق الأوسط لعام 2021 في التصنيف الجديد الذي أصدره موقع جلوبال فاير باور المتخصص بالشأن العسكري الخميس 11 فبراير 2021. يقيم الموقع القوات الجوية للدول من امتلاك عدد الطائرات، وهو لا يعني بالضرورة التفوق في الجو، بل هناك عديد من العناصر التي ينبغي أخذها في الاعتبار في حالة تحديد مدى قوة سلاح الجو وكفاءته، من أهمها مستوى الحداثة والتطور ونوعية التكنولوجيا المستخدمة في هذه الطائرات. شمل ترتيب الموقع المختص بالشأن العسكري للدول حول أعداد الطائرات التي تملكها أقوى الجيوش في منطقة الشرق الأوسط، أعداد الطائرات والمقاتلات والطائرات الاعتراضية والمروحيات وطائرات النقل العسكري وطائرات التدريب المتقدمة. وفقا لإحصائيات 2021 للموقع، جاءت تركيا في المرتبة الأولى بالمنطقة من حيث العدد ب 1056 طائرة حربية متنوعة، وفي المرتبة الثانية جاء سلاح الجو المصري بعدد طائرات 1053 طائرة حربية، وفي المرتبة الثالثة جاءت السعودية ب 889 طائرة حربية متنوعة. تركيا تتصدر أقوى جيوش المنطقة. تراجعت مصر إلى المرتبة الثانية في التصنيف السنوي الدوري لأقوى جيوش العالم لعام 2021 الصادر عن موقع جلوبال فاير باور، بينما أصبحت تركيا في المركز الأول لأقوى جيوش الشرق الأوسط، فيما جاءت إيران ثالثة. وفي التصنيف الذي صدر الثلاثاء 19 يناير 2021 حلت السعودية بالمرتبة الرابعة في القوة العسكرية بالشرق الأوسط، تليها إسرائيل في المرتبة الخامسة والإمارات سادسا والعراق بالمرتبة السابعة، وبينما جاءت سوريا في المركز الثامن والكويت تاسعا، وكان في العاشرة سلطنة عمان. هذا التصنيف يردنا مرة أخرى إلى المناوشات العسكرية الجوية التي وقعت بين تركيا واليونان في بحر إيجا، وما يمكن أن يترتب على هذا الأمر من إمكانية نشوب حرب محتملة في منطقة الشرق الأوسط. والدول الأوروبية تقول أن منطقة الشرق الأوسط على شفا حرب إقليمية كبرى. الأمور تنتظر إلى عود ثقاب يشعل المنطقة. تركيا تتواجد هناك لأن لها حقوق تاريخية وحقوق اقتصادية في منطقة المتوسط وفي بحر إيجا. تركيا لا تعترف بالبنود الظالمة في اتفاقية لوزان، وترفض أن تحاصر تركيا وأن تحبس داخل حدودها. لا شك أن هذه المناوشات وهذه الاشتباكات ربما تكون مقدمة لما هو أكبر، وتركيا تحاول أن توصل رسائل فقط للجانب اليوناني أن تركيا هنا، ولن تقبل تركيا بالمساس بسيادتها في بحر إيجا أو في شرق المتوسط أو في أي موقع حول العالم تتواجد فيه القوات التركية. متابعين الأعزاء، لا تنسوا أن توفونا بأرائكم واقتراحاتكم، وإن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.